نوعية الشخصية ثابتة المبادئ، وفي الحب لها وضع مختلف ومميز تماما. ليه؟ ده اللي هنعرفه واحنا بنتكلم عنها في موضوع حلقتنا النهاردة. أهلا بكم، النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكثر الإناث تحفظا وصرامة، وهي طبعا أنثى برج الثور الترابي. ولكن في البداية سريعا كده خليني أقول لك، لو أنت لسه جديد عرفنا طبعا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك طبعا عشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان أنا مثبت في أول تعليق روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب إن هو يشترك، ويلا بقى ندوس اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم. عايزين نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس، يلا بينا. في الحب لها وضع طبعا مختلف تماما، لأنها من أكثر نساء الأبراج إخلاصا في العلاقة أو إخلاصا في الحب. صعب جدا على فكرة أن أنت تلاقي امرأة برج ثور أو فتاة برج ثور تلاقيها خاينة، يعني الخيانة مش من صفاتها إطلاقا. أي نعم في بعض، يعني كل قاعدة شواذ زي ما بنقول، ولكن بطبعهم إناث برج الثور الترابي من أكثر نساء الأبراج إخلاصا. مشكلتها أنها لا تقتنع بسهولة، بل يجوز أن نطلق عليها يعني نقول لا تقتنع أصلا. يعني واحدة من أشد الأبراج عندنا، إحنا قلنا أن امرأة الأسد عنيدة، الحمل الجدي العقرب، ولكن هي أيضا عنيدة. كل دول طبعا أبراج عنيدة ولكن بنسب متفاوتة. أنثى برج الثور هي أشدهم عندنا. مشكلة أنثى برج الثور أنها لا تقتنع أبدا بسهولة، مش أي حد يقنعها، وكمان مش أي حاجة تدخل دماغها، أو بمعنى كده أدق، مش أي حاجة تقنعها. عندها قدرة كبيرة قوي على الاحتواء، وكمان في تربية الأسرة هي ست بيت من الدرجة الأولى، من الأبراج اللي نقدر نقول عليهم ست بيت من الدرجة الأولى. صراحة أنثى برج الثور فيها مميزات كتيرة قوي، ولكن زي ما قلنا هي صعب ان انت تقنعها شوية، وده ممكن اللي بيكون بقى بيسبب بعض المشاكل للطرف اللي هو مرتبط بيها، ان هو عشان يقنعها بوجهة نظر معينة ممكن يتعب شوية، يعني دماغها ناشفة حبتين زي ما احنا بنقول. يعني الجاذبية نوعين، انا كنت عملت حلقات في الجاذبية، وفي بعض اصدقائنا يعني اختلط عليهم الامر، قلت ان في ابراج تقع في حبها من النظره الاولى، وفي ابراج يعني جذابه ولكن انت بتحتاج ان انت تتعامل معاها وبعد كده بتنجذب ليها انجذاب شديد قوي. يعني الجاذبيه نوعين، في نوع انت تنجذب له من هيئته ومن شكله كده، وفي نوع تاني لما تتعامل معاه وتغوص وتتعمق في شخصيته وتقرب منه ما تقدرش تستغنى عنه وتتعلق بيه لدرجه الادمان. أنثى برج الثور من النوع ده، من النوع التاني ده، إن أنت لما تتعامل معاها وتتعرف على شخصيتها، أنت أول ما بتتعامل معاها بتعرف على طول إن هي شخصية مختلفة جدا جدا عن أي أنثى أخرى. ومن هنا بقى بيبدأ إعجابك الشديد بيها، ومن هنا بقى بتبدأ أنت تشتغل على نفسك علشان تكون مقنع ليها. وعلى فكرة هي مش سريعة على فكرة التقييم، يعني احنا قلنا مثلا امرأة أنثى الأسد أو امرأة مثلا الحمل، قلنا إن هي بتبقى سريعة في التقييم شوية، ممكن تحكم عليك من أول مرة وتقيمك من أول مرة. أنثى الثور بقى هنا العكس شوية، ممكن إيه مرة واتنين وعشرة، بتدي لنفسها يعني فرص كبيرة قوي عشان تقدر إن هي تاخد قرار في شأنك بالنهاية. وده أيضا من الأشياء الجميلة في شخصيتها، يعني إن هي مش متسرعة في الحكم عليك بطبعها، ما عندهاش أبدا أي نوع من أنواع الجفاء أو الغباء. يعني حنينة بمعنى كلمة حنينة، من الإناث الحنونة جدا، واللي على فكرة أي موقف بيأثر فيها داخلية، ولكنها مش دايما اللي بتشعر بيه بتعبر عنه. يعني من الأبراج الكتومة شوية، أو من الأبراج اللي ما تنتظرش منها إن كل حاجة جواها أو في مشاعرها هتبديها. في أبراج على فكرة كل اللي بتشعر بيه بتبدأ إن هي تبديه وتظهره. أنثى برج الثور مش من الأبراج دي، أنثى برج الثور
العكس بقى، يعني انت لو مرتبط بيها اعرف ان هي مش دايما يعني هتحط لك بقى اللمسات الرومانسية، ودايما هتقول لك الكلام اللي هو الحلو والكلام اللي هو الحب وتعبر لك. لا، انثى برج الثور عقلانية بشدة، عقلانية قوي، والعقلانية بتاعتها احد السمات الملفتة في شخصيتها كمان. زي ما قلنا من شوية ان هي مش اي حد تقتنع بيه، اكيد مش هتدخل اي حد او تخليه صديق ليها او قريب منها بسهولة. هي ممكن يكون ليها شروط قاسية بينها وبين نفسها في اي حد هتتخذه صديق مقرب. خلي بالكم من كلمة مقرب دي، يعني انثى برج الثور على فكرة من الاناث اللي ممكن ما تلاقيش ليها اصدقاء مقربين كتير، بس ممكن تلاقي ليها معارف كتير، لأنها مش أي حد زي ما قلنا بيعجبها. عشان كده هي عايزة الصديق أو الصديقة المقربة ليها دي تكون فيها الصفات اللي هي بتتمناها أو الصفات اللي هي بتأملها. طبعا ده أحيانا ما بيكونش متوفر في كتير جدا من الأشخاص اللي هي بتقابلهم في حياتها. يستهويها قوي العقلاء اللي هم عندهم رزانة في شخصيتهم. عارف انت الشخصية التقيلة صعب جدا انثى او فتاة برج الطور يستهويها الشخصيات المجنونة، الشخصيات اللي هي حتى متقلبة المزاج بسرعة كبيرة. هي دايما عشان هي شخصيتها كده بتنجذب ايضا للي يعني بيشاركها في طباعها. اوعى تفتكر يا اللي انت في حياتك او اللي انت في حياتك انثى برج ثور ان انت اي حد موجود في حياتك. انت معاك شخصية قوية جدا في منتهى القوة، يعتمد عليها في كل حاجة، معنويا وكل حاجة، يعني تقدر تعتمد عليها نفسيا ومعنويا كل حاجة، تقدر تاخد رأيها، تقدر تستشيرها، دائما هتديك رأي يعني عقلاني، رأي هتلاقيه أقرب للحقيقة، ما هواش في وهم، ما هواش في خيال، ما هواش حتى صعب عليك في التنفيذ بتاعه. وده أيضا من أجمل ما يميز أنثى برج الثور الترابي. صبورة، صبورة بمعنى كلمة صبورة، وحمولة أيضا، يعني الصبر بتاع أنثى الثور يستحق الإعجاب، يستحق طبعا إننا نشيد بيه، لأنها من أكثر نساء الأبراج صبرا. عندها الصبر ده بشكل ملفت زي ما قلنا، يصل لدرجة الإعجاب وربما الإعجاز كمان، لأنك ممكن تستعجب من صبر الأنثى دي. ملفتة في أناقتها على فكرة، وملفتة في لبسها على فكرة، بس ممكن ما تلاقيش لبسها يعني في الألوان مثلا اللي هي المشعة دي، ممكن ما تلاقيش في أفورة شوية، ما تلاقيش في اللمعان الملفت ده، ولكن بتلاقيه في لمسة رقي كده، بتلاقيه في تناسق عجيب كده، أو تناسق يشدك، تناسق يعني يريحك كده في النظر ليه. وأيضا هي يعني بتحاول إن هي تختار كل حاجة بدقة، بتحاول ان هي تختار كل حاجة بتأني، وزي ما قلنا من شوية باقتناع تام. من اجمل يعني المميزات اللي في انثى برج الثور انها لا تتعدى حدودها كامرأة مهما كان، ومهما كانت طبيعة شخصية الطرف الاخر، حتى لو حست ان هي اقوى منه في الشخصية او في اتخاذ القرارات، بتلاقيها بتحاول ما تحسسوش بكده، عكس نساء تانية ممكن أول ما تحس إن هي يعني أميز من الطرف الآخر تبدأ إن هي تشوف نفسها عليه، وتبدأ إن هي تحاول تمتلك زمام الأمور وزمام القيادة حتى علنا قدام الناس، وده طبعا بيبقى شيء غير محبب. أنثى برج الثور يعني ما فيهاش الحتة دي، بتحاول إن هي تعليه، بتحاول ان هي تنصحه وتطور من شخصيته وبينهم وبين بعض، يعني ما بتتباهاش قدام الاخرين بحاجة زي كده. عشان ما نطولش عليكم، اخر حاجة هنتكلم فيها، انت لو شاب ومعجب بأنثى برج ثور خلي بالك غالبا يعني انت مش هتشعر منها بأي حاجة، لانها من الابراج اللي ممكن تعجب بحد سنين وتحب حد سنين وما تعبرلوش عن مشاعرها. أنثى برج الثور بالذات من أشد الأبراج اللي فيها النقطة دي، ممكن تبقى بتحبك وبتموت فيك بس ما تبينلكش أي حاجة، عندها تحكم فظيع في
في مشاعرها وعندها كبرياء يعني فوق فوق عالي قوي، تخاف دايما من رد فعلك ليكون صادم بالنسبة ليها. يعني عايزين نقولك لو انت معجب بأنثى برج ثور على طول انت خد زمام المبادرة، لأنها غالبا يعني لازم انت تفتحها بشكل مباشر وخليه شكل تدريجي، يعني ما تفزعهاش ما تخضهاش، ما تروحش في يوم بليلة خلاص أعجبت بيها عايز أحبك عايز أرتبط بيكي، مش هتصدقك. أنثى برج الثور في نساء أبراج أخرى ممكن تصدق، لكن أنثى برج الثور لا، صعب إن هي تصدقك. إذا نمشي معاها ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة، ما تتسرعش أبدا لو في حياتك أنثى برج ثور في أي حاجة. دايما هي بتحب كل حاجة تبقى على مهل زي ما احنا بنقول كده، كل حاجة يعني نقدر نقول إنجاز التعبير كل حاجة تاخد وقتها. أكيد ومؤكد أنثى برج الثور ممكن نتكلم كتير عن صفاتها وأسرارها وأساليبها، ولكن أنا شايف إن مدة الحلقة كده معقولة علشان ما نطولش عليكم، وإحنا كمان ركزنا على صفات جوهرية وأساسية تفهمنا طبعا بشكل كبير شخصية أنثى برج الثور لأي حد طبعا بيتعامل معاها أو يهمه أنثى برج الثور. وخلينا كده في النهاية نفكر، ودايما بحب أقول اللي نسي يدعم الفيديو بلايك يدعمه بلايك، عايزين طبعا نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس، مش هيخسركم حاجة هتوصل طبعا بدعمكم، وكمان اكتبوا لي آرائكم ومشاركاتكم وعرفوني بنفسكم، أنا تقريبا بقرأ كل التعليقات وبتقبلها أيا كانت، وإن كان أنا ما بيقابلنيش يعني أي تعليق مسيء، كل التعليقات تشجيعية وتحفيزية. هتوحشوني.